موسم دراسي جديد ومؤسسات تربوية تفتح أبوابها لأول مرة للتلاميذ. هنا بحي البدر ببلدية بجراح بالعاصمة، متوسطة جديدة تتهيأ لاستقبال التلاميذ. هذه المتوسطة متوسطة جديدة مجهزة، كل التجهيزات والتحضيرات اللازمة لاستقبال التلاميذ إن شاء الله غدا في ظروف ممتازة، مهيئة بكل المرافق الضرورية من حجرات إلى تجهيز إلى مخابر ورشات إلى ساحة الملعب الرياضي. مؤسسات ستستقبل تلاميذ من متوسطة المرجاني. هذه المتوسطة كانت تعاني من الاكتظاظ، هذا إن شاء الله سيكون كاين قضاء على الاكتظاظ. وبنفس الحي ابتدائية عيسى كويسي هي الأخرى في الموعد، تضع اللمسات الأخيرة عشية الدخول المدرسي، فلأول مرة سيؤطر التلاميذ أساتذة متخصصين في التربية البدنية واللغة الإنجليزية. المدرسة جاهزة من حيث التنظيم، من حيث الوسائل، طاولات، كراسي، قلنا التأطير البيداغوجي، كل شيء متوفر الحمد لله رب العالمين. نحن هذه التقاليد تسمى تقاليد عندنا عادية دورية بشكل تلقائي، يعني في كل سنة دراسية. الموسم الدراسي الجديد بالعاصمة على غرار عديد ولايات الوطن سيشهد تخفيفا للاكتظاظ من خلال تسلم هياكل جديدة موزعة على بلدية العاصمة. هذه السنة مع استلام عدة مؤسسات تربوية منها 7 ابتدائيات ومتوسطتين وثانويتين، سوف يكون إن شاء الله الدخول المدرسي مريح مقارنة بالسنوات الماضية. شهدنا هذه السنة توظيف 363 أستاذ بصفة التعاقد في الطور الابتدائي، وأيضا 106 متعاقد بالنسبة للغة الإنجليزية في الابتدائي. جهود متواصلة لإنجاح الدخول المدرسي المرتقب تصب جلها لصالح مدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص وتعليم ذي جودة لجميع التلاميذ.